ريكاب ميدي، متابعة تحاليل ونقاشات معمقة لكل الأحداث في تونس والعالم. ريكاب ميدي يجيكم من الاثنين للجمعة من نص نهار لساعتين على الحياة فام. اهلا وسهلا، مرحبا بكم انتم في الاستماع لاذاعه الحياه في موعد جديد من ريكاب ميدي. نرجو فيه على اخر المستجدات وابرز الاخبار في الساحه الوطنيه لليوم في تونس. نجموا تسمعونا على البوند فام 90.3 والا على الباج فيسبوك نتاعنا اذاعه الحياه مقابله بالفرنسيه الحياه فام، وبيان على اللايف ستريمينغ على سيت ويب نتاعنا الحياه فام. ترحب بالفريق العمل معايا لليوم، امنا بوخيت في الاخراج التقني للحصه، عبير تويتي في الديجيتال، تحيه كبيره لزميلنا حسام الربحي في الأعداد. معكم سهام حمدي من توا حتى لساعتين في ريكاب ميدي. ريكاب ميدي، متابعة تحاليل ونقاشات معمقة لكل الأحداث في تونس والعالم. ريكاب ميدي يجيكم من الاثنين للجمعة من نص نهار لساعتين على الحياة فام. على شنو باش نحكيو لليوم وشنو يسنى فيكم في ريكاب ميدي؟ باش نرجعو على فوز الماركة بتاع زيت الزيتون إزلاس اللي أحرزت على ميدالية ذهبية في السويد. باش نرجعو نحكيو على هذا النجاح بالتفصيل. كذلك حادثة أخرى في بوحجلة، تلميذي شوه وجه زميله بشفرة حلاقة في المعهد الثانوي ببوحجلة. باش نرجعو بأكثر تفاصيل على اللي صار في المعهد الثانوي ببوحجلة. سينو نحكيو اليوم على يعني ذكر الجلاء الزراعي واقع القطاع الفلاحي في تونس، التحديات متاع القطاع الفلاحي اليوم، الصعوبات شنو لازم نعمله للنهوض بالقطاع الفلاحي يعني ضمان أمن غذائي اللي هو مهم جدا ويعتبر من الأمور اللي تتعلق بالأمن القومي في تونس. ريكاب ميدي، نص النهار و 34 دقيقة على إذاعة الحياة فام. أنتم تسمعوا في ريكاب ميدي، وكالعادة البداية تكون بالأكتواليتي. أكتواليتي، في الأكتواليتي لليوم نحكيه على نجاح ماركة مسجلة لزيت الزيتون اسمها إزلاس لصاحب معصرة في معتمدية بوحجلة السيد مصطفى الامتراوي اللي فازت بالميدالية الذهبية في المسابقة الدولية لزيت الزيتون اللي أقيمت المرة هذه في السويد. باش ناخذوا أكثر تفاصيل تدسويت معنا سي مصطفى الامتراوي. عسلامة، مرحبا بيك سي مصطفى على إذاعة الحياة فام. مرحبا بك وبمستمعين حياة فام. شكرا جزيلا لك على قبول الدعوة. في البداية نقول لك مبروك الحصول على الميدالية الذهبية في المسابقة الدولية هذه لزيت الزيتون واللي اسمه إزلاس. لو كان تعطينا فكرة أكثر يعني وتفاصيل إضافية بخصوص الجائزة هذه. يبارك فيك وكما نباركوا الزيت إزلاس والعلامة، كما نباركوا تونس اللي حصلت ميدالية ذهبية في العاصمة السياد، وإن شاء الله بالتوفيق للجميع. بالنسبة للمسابقة هذه تمت في الشهر السابق اللي كان هو آخر يوم في بعثين العرض يوم 15 أبريل، وصارت المسابقة هذه يوم سبت لحد معناها العينات من خبراء من العالم، والمشاركة هذه كانت فيها مشاركة إيطاليا وإسبانيا اللي هم معناها عمالقة في زيت الزيتون، كما وفرنسا برشا دول من تقريبا يظهر لي أكثر من 30 دولة. والحمد لله تحصلنا معناها بالميدالية الذهبية بحكم الجودة متاعنا ومتاع زيت الزيتون متاعنا، ونعرف كيفاش نخدموه ونوصلوا صورة تونس للعالم اللي هي تونس راهي قاعدة تنتج فيه جودة عالية. كنت فما منافسة مع دول أخرى، وقداش من دولة شاركت في هالمسابقة هذه سي مصطفى لو كانت تعطينا فكرة؟ والله يا برشا دول شاركوا، وأنا أعطيتك عموما من ضمن الدول معناها أعطيتك الليل في أعتى العواصم نتاع الزيت كما دولة إسبانيا كما إيطاليا كما فرنسا، برشا دول أكثر من 20 دولة فيهم دول عربية وآسيوية وأمريكية، أما من ضمنهم معناها علاش كنقول إسبانيا؟ لأن إسبانيا ماخذة الاسم وماخذة إنتاج ما يقارب 50% من إنتاج العالم. كما إيطاليا معناها معروفة بزيوت كذا، احنا من ضمن الدول المشاركة ومن ضمن العلامات اللي معناها
حصلت على ميدالية ذهبية في وزيت الزيتونة التونسي العالم مازلاس هو اللي فاز من بين هالمشاركين الكل أكثر من 20 دولة. كانت مش أول مرة المشاركة سي مصطفى، كنت شاركت زادة عني وتحصلتوا على الميدالية الفضية هكا ولا احنا ما هيش هذه أول مرة وما هيش آخر مرة. بالنسبة للعملاول في بريطانيا تحصلنا على الميدالية البرونزية، وبالنسبة في تايوان في اليابان حصلنا على الميدالية الفضية. المرة هذه في السيات حصلنا على الفضية على الذهبية. بإذن الله ما زلنا متواجدين في أغلب المسابقات اللي باش تتواجد في العالم، نكونوا متواجدين ونطلعوا السمعة تونس فهمتني إن شاء الله. وزيت تونس وإن شاء الله معنا في مزيان نكونوا معناها إن شاء الله نمثلوا تونس أحسن تمثيل أكيد. به سي مصطفى سؤال أخير، شنو اللي يخلي الزيت التونسي العلامة زلاس هي اللي فازت بال يعني بالميدالية الذهبية في المسابقة الدولية هذه؟ إسكو يعني الفضل يعود ساعة لجودة الزيتون وإلى لطريقة العصر، وإلى شنو ما العوامل اللي ساهمت في نجاح؟ أي السؤال هذا موجه وسؤال وجيه وسؤال معناه يلفت الانتباه باش حتى المستمعين متاعنا إن كانوا أصحاب مهنة أو فلاحة أو كذا ينولوا علم ولا ذي باش تكون عنا برشا ميدالية الذهبية فيما يخص هذي. بالنسبة للجودة الزيتون أولا يجب يكون إنسان يأخذ زيت زيتون يكون ديركت تجمع يمشي يخدمه ويخدمه في ظروف طيبة جدا، في نظافة متاع المعصرة تكون طيبة جدا، في ظروف متاع نقوله بالفلاقي بالعموميات ما يسخنش، يجبك تخدم محويجة ممتازة جدا باش تفك بها السوق. احنا في تونس زيتنا باهي وعنده سمعة باهية، تبقينا يلزم نعرفه كيفاش نخدموه. احنا اللي نقصنا هنا هو تثقيف المعاصري، تثقيف الفلاح باش يلزم نعطوه الحواج اللي تنجم تخليك ديما معناها في المقدمة في النوعية وفي الجودة وفي الكاليتية فهمني. نجموا الناس كل نجموا ثلاثة فلاحة مع بعضنا ننتجوا نفس الزيتون بيعوا نفس كذا، لكن واحد ينتج رفيع واحد ينتج أقل شوي واحد ينتج أكثر شوي، هذا معناها يلزم هنا يعني الظروف اللي ترافق الظروف اللي ترافق ما بعد الجمعة صحيح الظروف هك الجميع هذيك ما تكونش بالعصا هك الجميع هذيك ما تكونش بالتعفيف ما تكونش خلي زيتونكم طيش 43-50 وبعد تمشي تعبيه تهزوا للمعاصري فهمني. يلزم معناها الجودة وطريقة النقل وطريقة الجمع وطريقة الغسل وطريقة الرحي هذيك هي اللي تخليك أنت تكون في المقدمة. واضح إن شاء الله. مبروك مرة أخرى سي مصطفى بنتي ربي عايشك، وإن شاء الله مبروك لتونس ومبروك للقروين ومبروك لكلنا وزيت زلاس، وإن شاء الله الأخيين معناها ينولوا من والنا باش هذا كل في النهاية معناها يرفع راية تونس ويرفع علم أكيد. تونس. شكرا لك يعيشك امين يا ربي. شكرا لك سي مصطفى المتراوي صاحب معصره في بوحجله، كان يحكي لنا على جوده زيت الزيتون التونسي الماركه زلاس في يعني معصوره في معصره في بوحجله اللي فازت بالميداليه الذهبيه في مسابقه دوليه في السويد نتيجه للجوده العاليه للزيت، كان يحكي لنا سي مصطفى على الظروف والعوامل اللي ساهمت في تحقيق هذا النجاح، وان شاء الله بقيه المعاصر ينجوا على نفس المنوال في طريقة العصر والجني وبقية المراحل الأخرى. بعد شوية باش نحكي وزادة على حادثة أخرى في بوحجلة، اعتداء تلميذ على زميله داخل المعهد الثانوي ببوحجلة. ريكاب ميدي ريكاب ميدي نص النهار و 49 دقيقة أنتم في الاستماع لإذاعة الحيتفة، مازلنا مواصلين في ريكاب ميدي من توا حتى للساعتين. أكتواليتي في الأكتواليتي اليوم زادة باش نحكيه على معتمدية بوحجلة، معناه اعتداء بالعنف صار بين تلميذ وزميله بالمعهد الثانوي ببوحجلة. تلميذ يشوه وجه زميله بشفرة حلقة، باش ناخذ أكثر تفاصيل على الموضوع هذايا تتسويت معنا سي رمزي حراثي أستاذ بالمعهد الثانوي ببوحجلة. سي رمزي عسلامة، مرحبا بك على إذاعة الحياة فهم. حلو عسلامة، مرحبا بك. أهلا وسهلا، مرحبا سي رمزي. دونك يعيشك سي رمزي، لو كانت تعطينا أكثر تفاصيل على الحادثة اللي جدت البارح في المعهد الثانوي ببوحجلة. مش البارح، البارح الأولى. قلت البارح. قلت البارح صارت مقري كما العادة صباح وعشية، الحصص نتاع العشية في قاعات اللي حلوا على استاد مونتيريو قدامه محفور نتاع خليهم مقاول، وضعية كارثية مقريو فيها. في ساعتين الأولى معناه صار القاء معناه لوحة كبيرة من الشباك، ومن صدرات ربي معناه ثم تلميذة ما تضرتش
والحادة صارت بين ما 3 و 4 بعد الركري نتاع ما 3 خاطر احنا في سيدي عمر نخدموا ما دي ساعة ل 5 بعد الركري ما 3 بالضبط انا دخلت لي عند الكلاس نلقاهم انا هايجين ومعنا داخلين بعضهم سلتهم لاباس بكم قالوا يرى فما مجموعة كانوا معنا يقولوا في الكلام الزايد وكانوا معنا يهرسلوا فينا احنا ما عرفوش عليهم كلام ولا مش كلام وراوني زوز انفار معناها بعيد شوية قلت لهم إذا تعرفوا أساميهم وإذا تلام دمشي وشكوا بهم الإدارة مانيش باش نقعد نجري في جرورتهم أنا في ساحل المعهد ودخلتهم بديت نخدم على روحي بعد دقائق زوز انفار هذوكا رجعوا لي قدام القاعة معناها وضحك وعياط وهرج وكذا وقفت لهم في باب القاعة طلبت منهم باش يبعدوا قلت لهم مش بيكم انتم ماشيين جايين وكلام زايد وكذا واحد برا كانك من الاولاني جاوبني باحترام معناها وسامحنا الاستاذ وكذا وخلي ماناش نحن اللي قلنا كلام زايد كانك من الثاني بدا يشور على بيديه واش بيك جبت لي اش بيك يا معلم جبت لي حكايه ملحيت ويعمل بيديه وكذا قلت له هبت يديك احترم اش بيك من كلمة الكلمة جبدني من ذراعي من يدي كما هكا يجا معلم يجا عندي ما نحكي معك على أساس باش يدورني بجنب القاعة ويضربني معك في اللحظة هذيك خرجت تلامذتي معناها ما حملوش كيفاش ثم شكون يحب يعتدي على أستاذ عذرا للمقاطعة بربي سيرامزي هما زوز هذوما تلامذة وإلا من خارج المعهد الساعة الأولاني حط ساكادو الثاني ما عنده حد شيء يوحي اللي هو تلميذ انا يعني في الوقت هذاك ما نعرفش عليهم انا سلام ذا ما همش سلام ذا اول مره نشوفهم مزوز الاولاني ساكا دو بالخيط هذاك يتسكر يعني مش معناها ساك عادي بتاع تلميذ فهمتني والاخر ما فما حتى حاجه توحي اللي هو تلميذ واضح لما تخرجوا واحد من التلامذه والتلامذه يحبوني واحد من التلامذه ضرب ذا بكف وفكيت وانا حزيت عليه معناها رغم اللي هو حاول يعتدي عليا حزيت عليه وما خليتهمش يضربوه مشى على الروح وخرج ظروف ما هيش ملائمه للتدريس بالكل مشيت للاداره التحقت باش نعمل تقرير بين لي الشخص هذايا تلميذ بالمعهد بكالوريا اللي هي حاجه غريبه معناها ما توقعتهاش صراحه مشيت للإدارة باش نعمل تقرير في الغرض في بيرو سيد الناظر خلطت علينا السيد هذا التلميذ هذا معناه قال لي أنا مستعد نطلب السماح من الأستاذ أما تلفت المحمد أمين تلميذ وقال له أما أنت جيت لك دخل قائم العام ودخلوا البيرو يعيط مردد في نفس الحديث جيت لك في الأثناء أنا مشيت خذيت بريزون شارج في تقرير في المكتب الضبط فوق وما رعنا إلا التلميذ محمد أمين دخل وجهه محلول 40 غرزة أربعين غرزة معناها جاء خلوا هني طلبت السماح من الأستاذ ويجا نسامح أنا وياك وخرجوا قدام باب معد ونزل عليه موس معناها بالضلع معناها تاع حلق موس حلق معناها أصلا هو مسلح معناها والاعتداء 40 غرزة 40 غرزة في وجهه والضربة في رقبته بجنب الوريد هذاك معناه تاع قتل معناه كان مام با نصف سنتي يتقطع الوريد الضربة كلها في رقبته ولا فما في وجهه ولا ما في ضربة في وجهه الضربة الصغيرة في رقبته معناه كي تعديت من وجهه لرقبته أما الضربة الكبيرة في وجهه رغم فوق الوزن لتحت الدقنونة راهي ضربة يا لطيف به التلميذ ساعة محمد أمين لاباس شنو وضعيته الصحية سي رمز والله عملنا مجهود انه عمل عملية في عشيتها الدكتور نورمالمون العملية تتعمل في نصف ساعة بالحاح مني دامت أكثر من ساعتين وإن شاء الله معناها بالمتابعة إن شاء الله معناها ما يكونش أثرها معناها كبير يعني علاش هي نصف ساعة وتعملت في ساعتين سي رمز والله الدكتور عماد رور ونشكره وسع باله معناها وخدمها معناها بإتقان وخذا وقته الماكسيموم معناها باش يخدمها خاطر حس بالوضعية وين تعاملت في القيروان ولا في بوحاجلة ولا في القيروان في مساحة خاصة في مساحة خاصة بالقيروان به ومازال في المساحة محمد أمين ولا لا خرج مخر في ليلتها مخر قرابة نصف الليل
خرج. والطلاب هذوما زوز التلميذ البكالوريا اللي قام بالاعتداء هذا شنو صار من بعد؟ تم ايقافه نورمالمون، تم ايقافه في ليلتها. تم ايقافه في ليلتها وصارت مكافحه في بالي امس بيناتهم. هذه ما عنديش تفاصيل اخرى. معناها تلميذ بكالوريا يكون يستعد باش يعدي الامتحانات والباك بلان ويستعد باش يعدي امتحانات البكالوريا قبل بساعات، معناها يقوم بالعمليه هذه. بالحق شيء مؤسف للغايه، شيء مؤسف. راكي انا كان قالوا لي، معناها كان بقى في مخي انه كلوشار ولا ماهوش تلميذ، ولا معناها ما كنتش نخلي حتى ما نعرفش حتى نتصرف محمد امين، ما نخليش هو معناها يكلمه ولا يمكن يكونتاكتيه معناها. اما ما توقعتش تلميذ بكالوريا صباح يعدي في الباك بلور، ما توقعتهاش انه يقوم بالاعتداء بالشكل هذا. انا كي شفت الدم تصدمت، انا قلت حجره رمى عليه حجره، ما تصورتهاش بالاعتداء بالفظاعة هذيك. به بالنسبة لمحمد أمين وبالنسبة للتلمذات اللي كانوا حاضرين زادة على الواقعة هذه، يعني قاموا بالإحاطة لازمة مثلا المندوبية الجهوية للتربية وجهت مختص مثلا للإحاطة المندوبية الجهوية للتربية، تم إعلامهم بالوقت ولكنهم لحد الآن لا اتصلوا بي لا اتصلوا بالتلميذ المتضرر، ما صارش حتى إحاطة نفسية. تو المندوبية تستنى كلام مني أنا ولا من غيري باش تعمل إحاطة نفسية. في حالات أخرى حتى ساعات مربي يصيح على تلميذه بمحبة ولا يمزو تمشي يخرجوا إحاطة نفسية للتلميذ، نحن مع هذا. ولكن زيادة تلميذ كما هكا كي يتضرر ضرر كبير دفاعا على أستاذه، دفاعا على هيبة المربي وعلى منظومة تربوية كاملة، نورمالمون فما تصير إحاطة نفسية. والحقيقة سي رمزي ما نعرفش من وجهة نظري أنا، هما راهم زوز يستحقوا إحاطة نفسية، زوز بالنسبة للمعتدي والمعتدي عليه زوز. بالطبيعة الناس كل إذا كان هو وصل لاعتداء كيما هكا ماهوش معناها نفسانيا زاد ماهوش الله أعلم، ما نعرفش أنا في وضعيته معناها كان في وعي في وعي تام كطرف ولا لا، هذا الأمر ماهوش خصائص يعرف. بالنسبة للتلميذ هذا رغم اللي هاو حاول يعتدي عليا ورغم الجريمة اللي عملها ما عنديش حق تجاهه أنا، ولكن مع انه كل حد يتحاسب وياخذ جزائه طبعا. هذا شعور اي مربي. به سي رمزي، في العاده في المعهد الثانوي في بوحجله تصير هكا احداث عنف، يصير هكا عنف بين التلامذه ولا بين الاطار التربويه والتلامذه والا لا، ولا هي حادثه؟ والله الوضعيه نتاع معهد بوحجله وضعيه تعيسه يعرفها القاسي والداني. اللي هو نورمالمون معهد بوحجله يتم تجديده ديسمبر 2018 يكمل القسط التاسع. احنا توا سناء بداية القسط الثالث، المقاول حفر في محفر 15 متر ومشى هرب للجزائر وحابسة وضعية كارثية. النتائج بتاع البكالوريا تحكي زاد على وضعية معهد بوحجلة، متذيل الترتيب في ولاية القيروان اللي هي متذيلة ترتيب على الصعيد الوطني. وهذا رغم مجهوداتنا، رغم اللي نخدمه في ظروف تعيسة للغاية، رغم اللي معناها بزين قصار جهد، ولكن الوضعية التعيسة هذه تخلي معناها عمل كيما هكا. اليوم بلغني توا قبل ما نكلمكم انه معناها صار زاد ما عرفش ما التفاصيل نتاع الاعتداء، ولكن زميل اخر ايضا معناها في المعهد كيف تعرض معناها لمحاولة اعتداء ولا حاجة كيما هكا، معناها مش تفاصيل بالضبط. والاشكالية زاد انه ماخذين احنا قاعات من المدرسة الاعدادية، المدرسة التقنية اللي بجنبنا باب محلول، معناها برشا بيدان والكلوشارات نجم تدخل ونجم يدخل من السور، والليسي كبير اكبر حتى من الكلية. معناها الوضعية تعيسة. ما فماش دوريات امنية ساعة ساعة يبداو متواجدين في محيط المعهد سي رمزي؟ فماش دوريات قارة. طالبوا كإطار تربوي سي رمزي انه يتم تركيز دورية قارة في المعهد او امام المعهد يعني في محيط المعهد؟ والله نطالبوا به يا مدام، طالبوا به هذا من سنوات. كل ما تصير حادثه كيما هكا والا ثم حاجه اخرى زاده، الديماراجيات اللي تصير من قدام الليسي وبرشا تلامذه ولا ساعات مارفيت وسيره زاده تضرت الديماراجيات هذه وتدخل تلامذه وكذا، وطالبنا في كل مره باحداث دوريات قاره على المعهد.
ولازم تحرك من الإدارة الجهوية للتربية زادة اللي إلى حد الآن يعني ما تحركتش، ما قامتش بإحاطة نفسية للتلميذ اللي شافه، للتلميذ المعتدى عليه، وحتى للتلميذ اللي اعتدى، باش تبحث زادة هي من كل الجوانب تكون المقاربة شاملة مش فقط أمنية. نشكرك برشا. بالطبع لازم تدخل إحاطة نفسية لازم. واضح. نشكرك برشا سي رمزي الحراثي، أستاذ بالمعهد الثانوي ببوحجلة على مدنا، بكل هذه التفاصيل. يعطيك الصحة. بعد شوية نحكي على واقع القطاع الفلاحي بالتزامن مع احتفال تونس بعيد الجلاء الزراعي. ريكاب ميدي. ماضي ساعة 11 دقيقة على إذاعة الحيطة فهم، أنتم تسمعوا في ريكاب ميدي وقيت الانترفيو دي جور. انترفيو دو جور. في الانترفيو دو جور لليوم نحكي على الذكرى 58 لعيد الجلاء الزراعي الموافق ل 12 مايو 1964. تونس اليوم تحيي هذه الذكرى في ظل أوضاع يعني استثنائية على جميع الأصعدة، وخاصة على الصعيد الفلاحي اللي قاعد يمر بعديد الصعوبات التحديات الإشكاليات. اليوم إن شاء الله باش نرجعوا على مختلف هذه المواضيع اللي تتعلق بالفلاحة التونسية، بالأمن الغذائي التونسي، وبكل الأمور المتعلقة بهذا المجال الحيوي في تونس. هذاك علاش معنا في البلاتو اليوم نرحبوا به برشا السيد خالد العراك، مساعد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة وصيد البحري. سي خالد عسليمة، مرحبا بك على إذاعة الحيطة فهم. مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعين. شكرا جزيلا لك على قبول الدعوة. رحب زيدا بسي حمادي البقلوتي، الناشط في المجتمع المدني والمتابع للشأن العام، ضيف القار للحصة. مرحبا سي حمادي. مرحبا بك، مرحبا المستمعين، مرحبا باتحاد الفلاحين وبكل إطاراته في القيروان. مرحبا بالناس الكل. دونك نبدا معك سي خالد، زيارة ساعة اليوم في القيروان، مرحبا بكم في القروين ومرحبا بكم بحضينا في إذاعة الحيطة فهم. لو كان تعطينا إطار الزيارة كيفاش تتنزل بالضبط، شنو هو الحدث؟ في البداية شكرا على الاستضافة. العفو. حب كذلك نتوجه بالتحية والتهنئة لكل فلاحي الوطن بعيد الجلاء الزراعي، بعيد الفلاحة التونسية، وإن شاء الله القادم يكون أفضل، وإن شاء الله يتعاود عليهم بأحسن من الوضعية اللي هم فيها. إن شاء الله يا رب. يعني نحن جينا في إطار انعقاد المجلس المركزي في دورته العادية. المجلس المركزي هو الهيكل الأعلى بين مؤتمرين في الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، واخترنا المرة هذه باش يكون في مدينة القيروان. طبعا المجلس المركزي يهم تقريبا فيه يضم كل الناس، كل الأخيان، القيادات المحلية والقيادات الجهوية والمركزية في كامل تراب الجمهورية. ونحن طبعا في ظرفية أنتم تعرفها وكما كنت تقدم، في وضعية حرجة جدا، في وضعية ربما تكون في مفترق طرق البلاد. وإن شاء الله نحاول ونساهموا في إخراج البلاد من الوضعية إن شاء الله. خاطر سي خالد القطاع الفلاحي قطاع حيوي جدا جدا، وكي نقولوا فلاحة نقولوا أمن غذائي، ونقولوا معناها السيادة حتى متاعنا راهي مربوطة بالأساس بالفلاحة وبالأمن الغذائي. لو كان نسألك سي خالد نقول لك شنو أحوال الفلاحة في تونس اليوم، شنو تقول لك، كيفاش توصف لي الوضع متاع الفلاحة والفلاحين في تونس؟ على كل حال أحوال الفلاحة من أحوال البلاد، هو البلاد تقريبا هكما قاعد تشوفوا فيها نتيجة للتجاذبات، نتيجة للحقيقة واقع على جميع المستويات ما يفرحش. وهذا ضروري أن تتضافر كل الجهود، فلاحين وغير فلاحين، سياسيين، باش نخرجوا من الواقع المتردي هذا، باش نخرجوا من الواقع اللي المفروض أنه الناس اللي أسسوا الدولة الوطنية في الخمسينات ما كانوش يتصوروا أنه بعد 58 سنة من الجلاء الزراعي اليوم نلقاو روحنا في الوضعية هذه، نلقاو روحنا في وضعية متاع تدمير لمنظومات الإنتاج، نلقاو روحنا في وضعية متاع تبعية للخارج، نلقاو روحنا في بعد كبير على واقع سيادتنا الغذائيه وعلى الـ الامن الغذائي نتاعنا. وكما تعرفوا راهو ما نجموش نحكيوا على امن
أمن وطني وأمن قومي إذا كان ما نحكيوش بالأساس على الأمن الغذائي، لأن الأمن الغذائي هو المقوم الأساسي للأمن الوطني، والفلاح هو الجندي الأول الواقف على ثغرة من ثغرات هذا الأمن. وكل محاولة لضرب الفلاح أو محاولة لتهميش الفلاح أو محاولة لمنع الفلاح من أنه يحقق الاكتفاء الذاتي ويحقق السيادة الغذائية هي عبارة على أنه جندي في المعركة وفكيت له سلاحه، وهذا اللي ما نحبذوش وهذا اللي ننبه له يوميا. وإن شاء الله في الحقيقة إن شاء الله أملنا أن نلقاو الناس اللي تسمع ونلقاو الشريك الحقيقي من أجل بناء هذا الأمن الغذائي. باش نحكيو على هذه الكل سي خالد في الانترفيو متاعنا لليوم، ولكن خلينا نرجع شوية على الاحتجاجات اللي صايرة الأيامات اللي فاتت لعدد من الفلاحين ومنتجي الحليب في عدة ولايات من الجمهورية التونسية بسبب الترفيع في أسعار الأعلاف. فجأة ترفعت بأكثر من 300 دينار للترناطة متاع الأعلاف. لو كنت تعطينا أكثر تفاصيل شنو اللي ساهم يعني في هالزيادة هذية، والاتحاد الفلاحين تمش تشريكه في يعني مثلا في الأسعار، ولا تمش الاستماع لوجهة النظر متاعه باش تتزيد الأسعار هذه؟ هو في الحقيقة اللي نعيش فيه اليوم هو نرى نتيجة تراكمات متاع خيارات متاع سياسات متاع ناس ما تحبش تسمع، متاع عباد ما عندهاش الأفق باش يفكروا في تونس المستقبل، متاع سياسيين الغالب معناها يحبوا الجار لجور وجور يتعاملوا مع الواقع واقع يومي سد نحفر متاع حماية مدنية الطفي في الحرائق حلول ترقيعية. ما ثماش أفق حقيقي لهالبلاد باش يعتبر أنه الفلاحة هي العمود الفقري للاقتصاد التونسي، واعتبر الفلاحة هي العمود الفقري للاقتصاد التونسي ضروري أن نفكروا كيفاش تكون في الموقع الأساسي والحقيقي متاعها. ولكن للأسف نحن عنا عشرات السنين تو باش ما نقولش عامين ولا ثلاثة ولا خمسة ولا حكومة ولا اثنين ولا عشر سنين هذه بعد الثورة، لا من قبل الثورة من التسعينات تقريبا كل ما قاعد يقال من طرف هياكل الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري كان معناها يتحط على جنب وما كانش فما تعامل جدي، ولدرجة أنه كنا نقولوا عنا قداشتا ونقولوا راهو ما عناش شريك حقيقي في البلاد اللي يخلي الفلاحة هي الأساس متاع اقتصادنا ويخلي الفلاحة هي المقوم الأساسي للنهوض باقتصادنا. دونك اللي نعيشوا فيه اليوم هو رانا نتيجة التراكمات. يعني ما فماش أذان صاغية سي خالد؟ ما ثماش أذان صاغية، وأكثر من هكاك أنا نقول لك ما ثماش شريك حقيقي على المستوى السياسي اللي يعتبر أنه هالفلاحة هذه هي المقاوم الأساسي للاقتصاد التونسي وضروري أنه ننطلق بها من أجل أن ننهض بالاقتصاد التونسي. راهي تونس لهي دولة عندها موارد كبيرة، المورد عندها زوز موارد رئيسية. المورد الرئيسي هو المورد الطبيعي اللي هي فلاحتها، والمورد الثاني هي ولادها وشبابها وشنو عطاهم ربي من امكانيات من امكانيات بشريه. هذا مزوز حوايج. دونك اذا كانوا زوز حوايج هذوما يقع تهميشهم، اذا كان ما يقعش التعامل معاهم تعامل جدي، فالنتيجه باش تكون هذه. وهذه هي الوضعيه اللي قاعدين نشوفها فيها. زياده الاعلاف، زياده اسعار الاعلاف سي خالد كيفاش تنعكس على الفلاحين؟ خاطر شفنا حاله غضب كبيره برشا فلاحين، يعني حتى قاموا بسكب الحليب بين ظفرين، وهي حركه الحقيقه لا تلاقي استحسان الناس على اعتباره انه هذيك ثمره ربي، معناها مهما تكون الاحتجاجات والمطالب وكل فما نوصلوش معناها باش نسكبوا الحليب بتلك الشاكله. كيفاش تنعكس الزياده هذه نتاع الاعلاف على الفلاحين مربي او منتجي الحليب وبقيه الاسلاك الاخرى؟ يعني هو طبيعي جدا، راهو الوقت اللي نحكيوا على الاعلاف راهو نحكيوا على المكون الاساسي من مكونات الانتاج. الاعلاف راهي تقريبا 70% من تكلفه الانتاج نتاع الحليب، راهي عبارة على 80 أكثر من 80% إلى حدود 90% من مكونات الإنتاج متاع البيض ومتاع اللحوم البيضاء. يعني العلف كل دينار يتزاد في العلف في شكارة العلف باش تكون عندها ريبركسيون مباشرة على تكلفة الإنتاج، وتكلفة الإنتاج بالطبيعة يتحملها الفلاح. لأنه علاش تحملها الفلاح؟ لأن الدولة تتعامل مع الفلاح على أساس وأنه هو صندوق تعويض
نتاع نتاع لي فيليير الاخرين الكل نتاع السوق الكل. وهذا راه ماهوش معقول. راو الفلاح هو المنتج كما كنت نقول لك، هو الواقف الاول على ثغره من ثغرات الامن القومي نتاع البلاد. ضروري انه نتعامل معاه، تعامل معه على هذا الاساس، على اساس وانه راهو الجندي الاول. اليوم بعد الحرب الاوكرانيه الروسيه الاتحاد الاوروبي يتخلى على كل القوانين وكل الاقفال اللي عملتها منظمه التجاره العالميه. لا عاد يهمه لا في تعويم، ولا عاد يهمه في 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 دعم، ولا عاد يهمه في حتى شيء. بالنسبه ليه يهمه في بلاده، يهمه في شعبه، يهمه في مستقبله، يهمه في استقراره وامنه. نحن نتعامل بطريقه اخرى، نحن عباره وكانه المساله ما فهم حتى شيء. اليوم راهو ماهوش معقول نحكيه على توريد نتاع الشعير. ثم في بلاد تعرفها، بلاد فلاحية بامتياز. الشعير يا راهو تنجم ينبت على التروتوارات. اليوم نحن ما احناش قادرين باش ننجو الشعير. الشعير اقل ما يمكن. اليوم قاعدين نتعاملوا مع الانتاج الحيواني على اعتبار وانه معناها قطاع من الانتاج التقليدي، وكانه القطيع اللي عندنا هو القطيع نتاع الستينات والخمسينات والاربعينات. اليوم عندنا ماكينات نتاع انتاج، وماكينات الانتاج راهي ضروره ان توفر لها الامكانيات الحقيقيه للانتاج. البقره والنعجه والمعزه والعجل راهم هذوما ماكينات انتاج. ماهوش ممكن انت عندك كهرباء تمشي بالليسانس ويلزمها اسانس سوبر، وانت تعطي فيها في البترول الازرق. يعني هذا ما يجيش. اليوم وقت اللي نولي نحكي على التوريد نتاع الشعير العلفي ونتاع السداري، ونعتبر ان هذو هما مسائل يلزمني نوفرها ويلزمني ندعمها، وعامل عليهم ضجيج كبير وعامل فيهم مشاكل، وقاعد نتهم في مدري شكون، وقاعد يهرب والاخر ما نعرفش واش قاعد يعمل. وقت اللي هذه قضايا نسميها قضايا التخلف. المفروض ان نتجاوز قضايا التخلف، المفروض ان نتعامل مع فلاحتنا على اساس انه قطاع متقدم ومتطور، وضروري أن نوفر له كل ما من شأنه باش يخليها في المصاف متاع تأسيس اقتصاد متقدم ودولة متطورة ومستقبل، مستقبلنا نحن ومستقبل أجيالنا القادمة. ولكن للأسف نحن قاعدين نتعامل مع الفلاحة تعامل عشوائي جدا، تعامل ما عنده حتى علاقة لا بالواقع ولا بالمستقبل. وبالطبيعة وقت اللي تصير لنا مشكلة كما هيك، لان نحن ما خديناش القرارات الصايبه، نوليو نلوجو كيفاش نسدوا الحفر وكيفاش نطفيوا الحرائق لكن في الاصل مش هذا الواحد. المفروض انه ايدين 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 الناس الكل في ايدين بعض، وهذا اللي دعينا له عنا سنين. راهو مش معقول تنجم تكون عندك علاقات متوتره مع خصومك السياسيين. دبر راسك، احنا راهو في منظمه وطنيه، همنا الوحيد ودورنا الوحيد أن نقف على الثغرة الكبيرة هذه اللي أمن التوانسة. المفروض احنا ايدينا ممدودة للناس الكل بمختلف الطوائف بتاعهم. الناس اللي يحكم في البلاد مرحبا ومستعدين باش نوفروا له كل النصايح، وهذا اللي قاعدين نعمله فيه. نصايحنا وطروحاتنا وبدايلنا وانشغالاتنا كلها مكتوبة والحمد لله، على الأقل من المؤتمر الأخير كل البدائل متاعنا وكل الطروحات متاعنا منشورة، وكلها موجودة عند أصحاب الشأن وأصحاب القرار. وكنا كل منشور معناها ننجوه إلا ونمشو نحكيه فيه مع أصحاب السلطة. ولكن للأسف عباد لا تقر ولا تسمع، ولا هي عندها أصلا الاستعداد باش يتجاوزوا هالواقع هذا في الوقت اللي كل محاولة للتجاوز راي في مصلحتهم وما قبل ما تكون في مصلحة الشعب. سي خالد يعطيك صحة، يعني أنا وشاطرك في عديد النقاط، ومهم أن تكون الفلاحة هي ذات الاهتمام الأولاني، مش على خاطر وقت الحرب في روسيا باش توا نلتجيو. تونس طول عمرها كانت مبنية أساسا على الفلاحة أولا، و70% من التوانسة يعيشوا في وسط فلاحي. تراش أنه وقع الجلاء الزراعي على تونس، ولكن الأراضي اللي استرجعناها الحقيقة أعطيناها المستعمر الجديد، اللي هما نوعية من رجال الأعمال واللي بقات أكثرها مهملة، ونتيجة أنه ما نحقوش اكتفاء لا في الشعير ولا في القمح اللين ولا حتى في القمح الصلب. النقطة الثانية أنه الاعتماد كليا، أنا أعتبر أنه تربية الماشية في تونس مدام مرتبط كليا بالتوريد كما قلت 8%، أنا أفضل أنه نتخلوا عليه إذا كان غير قادرين باش يكون عندنا
احنا امكانيه على الاقل ادماج 50%. فما رايك سي خالد؟ هو جوابا على سؤالك الاول، الحقيقه انه احنا تخلينا على المستعمر واعطينا المستعمر اخر كلام انا مش هتركش فيه، لانه في النهايه ضيعات بالف الهكتارات مطيشه سي خالد، مطيشه ما اعطيناهمش المستعمر اخر، اعطيناهم لتوانسه. والغلطه وقتها تولي فما مقدرات نتاع دوله، مقدرات نتاع شعب، ونتصرفوا فيها بانطلاقا من قوانين. المفروض ان القوانين هذيك تحمي المقدرات. وقت اللي نعطيك انا ارض باش انت تتصرف فيها وما تتصرفش فيها تصرف سليم، المفروض ان نطبق عليك القانون ونسحبها منك. ولكن التوانسة من حقهم باش يتمتعوا باراضيهم، من حقهم باش ينجوا، من حقهم باش يكونوا موجودين في هالدائره هذه نتاع الانتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي نتاع التوانسة. ولكن هنا اللوم مش على اللي اخذ الارض ورقدها ولا يخدم بها متاع عشابه، لا مش هذا، مش اللوم عليه، هو يتلام عليه، ولكن في النهايه هو ماهوش الدوله. الدوله اللي اعطات الاراضي هذيك بالاستحباب وبالمحابات واعطاتها بتاع مش للترضيات واعطاتها من واحد، الدوله هي اللي تتحمل مسؤوليتها. هذه نقصده روانا، هذا معك، هذا معك على طول. حد لانه موقعش حوكمة استغلال الأراضي الدولية الكبيرة اللي هي آلاف الهكتارات اللي كان بالإمكان تحل مشكل. احنا ماش ضد لا المستثمر ولا الدولة، احنا ضد التوظيف العشوائي. أنا في هذا معاك على طول، وهذه من جملة الإشكالات اللي كنا طرحناها وطرحناها مؤخرا حتى في نقدنا للمخطط السابق، وعملنا رؤية وطرح للمخطط الجاي وعرضناها على السلطة، بل وناقشناها مع عديد الخبراء في الاتحاد وعدات وحتى وسائل الإعلام. وقلنا من جملة القضايا اللي طرحناها هي هذه قضايا أراضي الدولة. أراضي الدولة راهي معضلة من المعضلات الكبيرة للفلاحة التونسية اليوم. أراضي الدولة تقريبا في مستوى الإنتاجية تكاد تكون منعدمة، ما ثماش أو بسيطة، يعني أراضي الدولة اليوم راهي فما قرابة 180 ألف هكتار الموجودة في ضمن ديوان الأراضي الدولي، وثم قرابة 400 ألف الكل مع بعضهم اللي عند الناس واللي هاملة واللي ما هيش قاعدة. يعني كيف تشوف، أنا نتذكر في الأول الثمانينات في وقت سي محمد مزالي وسي الأسعد بن عثمان الله يرحمهم الزوز، كانت فما بوادر متاع استغلال للأراضي هذه. كانت ثم شركات كنا نشوفه في إنتاج نجم تختلف أنت في الشكل تختلف معاه، ولكن هذه كانت اجتهادات، وكانت اجتهادات صايبة. اليوم أراضينا راقدة، بل أكثر من هكاك هي عبارة على خلية تابعة للشؤون الاجتماعية. صحيح يعيشوا فيها ناس ويعيشوا فيها مواطنين، والمواطنين هذوك ضروري أنهم يأكلوا وضروري أنهم يعيشوا، وهذيك هي أراضيهم وهذيك، ولكن كيفاش، شنية الصيغة اللي احنا قاعدين معناها نستغلوا فيها في الأراضي هذيك؟ ما يدخلوا في دورة الإنتاج، هو توا ماهوش داخلين في دورة الإنتاج، ما همش داخلين في دورة الإنتاج، لأنه هذاك خيار، لأنه خيار متاعنا، وهذا خيار سياسي بالأساس الغالب. معناها وقت الخيار متاع رئيس الجمهورية سي خالد، نعم. الشركات الأهلية اللي هذا المشروع هل ينجم يخدم المنظومة الفلاحية، وهل أراضي دولية هذوما يوليوا يدخلوا في معناه في الإنتاج الفلاحي ويولي عندهم دور إيجابي وما يقعدوش هكايا في الاستغلال السلبي، وإلا لا من وجهة نظركم طبعا كمنظمة فلاحية؟ شوف احنا خلينا ننطلقوا في السنوات الأخرى، كانت عندنا قانون اسمه قانون الاقتصاد التضامني والاجتماعي، كان إنجاز، وكان تقريبا كل القوى السياسية والاجتماعية بما فيها المنظمة الوطنية خدموا عليه، وكان يعتبروه من الإنجازات العظيمة في هالسنوات الأخيرة. وعندهم حق، لأنه حقيقة أنه أول شيء العالم ماشي في الاتجاه هذاك، في الاتجاه الاقتصاد التضامن الاجتماعي. في أفريقيا كنت في كينيا، تقريبا اقتصادهم كل مبني على الاقتصاد التضامن الاجتماعي، وهو تو يحقوا في 8% متاع نمو. وبوركينا فاسو أي كلها معناها الفارقة اللي في الثمانينات نعرفوهم كيفاش كان، اليوم يحقوا في 7 و8 و9% من الفارق. لكن احنا مشكلتنا مغرومين انه اليوم نعملوا قانون
وغدوة يجي واحد آخر عنده قانون يعمل قانون آخر وفسخ وعاود من جديد. احنا أمة بمنطق كلما جاءت أمة لعنت أختها. احنا ما عناش العقل وما عناش الروح اللي وقت باش نبني على منجزات خيرنا على المنجزات اللي سبقنا. اللي سبقنا بالنسبة لنا راهو غلط. اللي سبقنا بالنسبة لنا راهو ما عنده حتى واحد المفروض أنه نتخلوا عليه. وأنا جيت باش نهدم اللي خدموا الآخر وهذا اللي اختر. اليوم الشركات الأهلية ما عادش أنا مانيش في وارد الحقيقة في معناها تقييمها لأنها أصلا هي حتى على مستوى القانوني مثال ما هيش واضحة. ولكن علاش أنا نمشي لتأسيس قانون آخر وبالطريقة اللي جابها في إطار معناها مرسوم من المرسيم ونخلي قانون اللي خدمت عليه الناس كل واللي الناس كل فرحانين به واللي الناس كل يقولوا راهو هذا إنجاز من جملة الإنجازات الكبيرة متاع بلادنا وأصلا ما نفعلوش. اليوم قداش عنده من عام سيس برسر وسي خالد موضوع الاقتصاد الاجتماعي التضامني. نعم أنا روك احنا كجمعية حاولنا نكون قراب نشوفه وقاعة السيس بشكل كبير وقت اللي حاجة تاخذ تحيز سياسي تولي برشا سياسة تولي سياسة ما هوش عمل ميداني تطيح. وذاك علاش ما موقعش تفعيل تم برشا فلوس تحب نعطيك حتى بالأرقام حتى على مستوى وزارة المرأة قداش من قروض للمرأة الريفية لكن ما على أرض الواقع ما كناش نشوفه حتى شيء لأن المعتمد يتلم هو مجموعة معينة هو العمدة. أنا أسمح نفسي أتكلم عنيش حواجز يلم مجموعته هو المعتمد يلم مجموعة هذا نعطيه وهذا ما نعطيه شيء لكن في الدخل ما تلقى حتى واحد أنتج جرام يعني الانتاج ما ثماش. نعرف في القروان وقعت الخلية هذه متاع المرأة المنتجة وهنو ثم بيرو محلول حل نهار أين هو ما يسيلش راهو مع احترامنا ثم برشا نساء تخدم وقادرة باش تخدم أما يقع استغلالهم توظيفهم نهار معين للصورة وبعدين يسيبوه وذاك علاش ما ينجحش الجانب هذا. موضوع الشركات الأهلية ربما يكون إطار آخر أنا من نسبقوش الأحداث يعني أما هو في الأصل هو في أصله هو اقتصاد اجتماعي وتضامني. لا ما هوش اقتصاد اجتماعي وتضامني وما عنده حتى النص على النص لا ما عنده حتى الحقيقة أنا شفت النص الأول أنا شفت النص الأول اللي هو يلزم نصوص ترتيبية ونصوص ترتيبية ديك هي اللي ستنزل. احنا توا النص الأول اللي كنت نحكي لك اللي هو قانون أساسي قانون الاقتصاد التضامني الاجتماعي التوا مازالت النصوص الترتيبية متاعه ما نزلتش. احنا عندنا قانون آخر كان قبله وكان يعتبر زاد حتى هو بيدو معناها حاجة كبيرة هو قانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. لليوم لا هبط نص اخيرا في الرايد الرسمي. على فكره الموضوع هذا من المفروض من وقت الشاهد وكان من المفروض ان يقع تعيين اداره خاصه باداره. انا عملت عليه سيمينار كبير وجبنا ياسر المدخلين. الاشكال كان انه لابد ان تكون ثم اداره على مستوى الوزاره الاولى هي التي يشملها الموضوع هذا. لم تحدث هذه الاداره وما هبطوش نصوص القانونيه. الأسبوع اللي تعدى هبط نص فريد الرسمي يرتب ويعطي خطر ويهم أكثر البلديات راهو الجانب هذا. على كل حال أنا الشيء اللي نحب نأكده باش ما ندخلوش برشا في التفاصيل لأن التفاصيل نجم تهزنا الاثنية ما هيش واحد. نحب نقول راهو المشكلة مش في النصوص المشكلة راهي مش في القوانين. البلاد معبية بالقوانين معبي ياسر لدرجة أنه فما تخمة في القوانين. المشكلة في الناس وفي الرجال وفي النساء اللي المفروض يطبقوا القوانين هذه يتحمسوا لمشروع. أحنا ما ثماش يعني. ما ثماش مشاريع. المشاريع الوحيدة للأسف اللي قاعد نشوفها في البلاد هي مشاريع الحقد والكراهية والتقسيم. وهذا اللي اختر. احنا راه وصلنا إلى حالة من التقسيم وحالة من التخوين من كل الجهات. احنا لا نبرئ احد. لا 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 لا, لا من كل الجهات من كل اهلي هذا يضرب في الله من كل الجهات. انا كي نحكي لك على التقسيم راه ما نحكي لكش على جهة معينة. انا نحكي لك على مجتمع اليوم يعيش حالة من التدهور الاخلاقي ومن السقوط الاخلاقي للاسف غير مسبوق. شفنا البارح ما تشكره بارح ما تشكره عنف تبعنا العنف اللي هو مستشري لحقيقة في برشا مجالات وذا يعطي
هذا الشيء خلق في المجتمع. به سي خالد شو نسألك وإحنا في هذا في نفس الإطار هذية على اللقاء اللي جمع البارح بنائب رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري السيد نور الدين بن عياد في قصر قرطاج برئيس الجمهورية قيس سعيد. شنو رأيك في هذا اللقاء؟ تم التنسيق معكم كمكتب تنفيذي؟ شنو المحاور اللي باش تتناقشوا فيها وإلا لا على خاطر رئيس الاتحاد رئيس المنظمة الفلاحية ما مش هو اللي مشي؟ شنو ما أبرز الملفات المطروحة عندكم؟ فكرة على اللقاء وما دار فيه البارح وإلا لا؟ يعني باش ما نطولش ياسر على الموضوع هذا أنا نقول لك هو اللقاء بين السيد رئيس الجمهورية وبين السيد نور الدين بن عياد ولا علاقة للمنظمة بهذا اللقاء وما نعرفوش لا محتواه ولا كلف السيد باش يمثل المنظمة لدى رئاسة الجمهورية. الرئيس من حقه باش يستدعي اللي راه صالح باش يستأنس بآرائه، هذه مسألة تهمه. كان بودنا أنه كيف يتعامل مع المنظمة يتعامل معها على أساس وأنها هياكل مستقلة وأنها منظمة وطنية وعندها هياكلها وعندها ناخبين اللي انتخبوا الهياكل هذه. للأسف الخيار ما كانش هذا. فقط نحب نقول أنه راه اللقاء هو لقاء بين رئيس الجمهورية بصيفته رئيس الجمهورية والسيد نور الدين بن عياد بصيفته السيد نور الدين بن عياد رئيس في البحر ومجهز بحري. للأسف الشديد هذا سي خالد يوحيني إلى أنه فما خلافات داخل المنظمة الفلاحية اليوم في ظرف اللي لازم تكون فما تكاتف كل الأطراف والقيادات الكل متاع المنظمة الفلاحية لازم تنكب على نفس الهدف اللي هو خدمة هذا القطاع. اليوم كي تقول لي أنت سيد نور الدين بن عياد تقابل مع الرئيس بصفته سيد نور الدين بن عياد ولكن الرئاسة والبلاغ متاع الرئاسة يعرفوا ويقدموا على أساس هو نائب رئيس المنظمة الفلاحية. هذه حاجة. ثاني حاجة أنه ما يتمش التنسيق بين كل أعضاء المنظمة الفلاحية ويمشي شخص باش يحكي وبعد نحكي وراه في البلاغ الرئيسي على مشاغل الفلاحين وعلى القطاع الفلاحي والمعناها والاهتمامات متاع الفلاحين. هذا الحقيقة يوحيني إلى أنه فما مشكلة في اتحاد الفلاحين. لا ما فماش مشكلة في اتحاد الفلاحين. اتحاد الفلاحين الموحد. اتحاد الفلاحين راهو هياكل ماهيش أشخاص. بلاغ رئاسة الجمهورية تسأل عليه رئاسة الجمهورية علاش صغطوا بالطريقة هذيك وعلاش اعتبرت أن السيد هذاك يمثل المنظمة. مسألة تعنيهم هما وما تعنيناش نحن. شيء نأكدوا أنه وهذا اللي أكدوا اليوم اجتماع المجلس المركزي في القيروان بنصابه المكتمل قانونيا وأكثر من نصاب يدل واللي جاءوا من تقريبا من كل مش تقريبا من جاءوا من كل جهات من كل جهات الجمهورية ما فماش ولاية من ولايات غايبة وجاءوا للقروان. هذا يدل على أنه راهي المنظمة موحدة. المنظمة عندها هياكلها. المنظمة ماهيش خاضعة لحتى نوع من الابتزاز وأكثر من هكا ما نحبوش ندخلوا في حتى صراع من حتى جهة ونحن في وارد أن نتصارع لا مع رئاسة الجمهورية ولا مع الحكومة ولا مع الأحزاب ولا مع المنظمات الشقيقة والصديقة ولا غيره. نحن منظمة وطنية همنا أن نساهم في أمن البلاد هذه. همنا أن نأطر منظورينا. همنا أن نحاول باش نتجاوز الواقع المتردي للفلاحة التونسية إلى ما هو أسمى وخير. ما نجمش نحكم في الغير كيفاش يتعامل معنا ولكن هذا هو موقفنا وهذه هي نظرتنا وهذا هو تعاملنا. ما عندنا حتى إشكال مع حتى واحد ولكن اللي يحب يعمل حواجز بينه وبينه هو حر. يعني في النهاية من نجم حد شيء. سي خالد في نفس السياق كان ثم لقاء مع وزير الشؤون الاجتماعية وكان الاتحاد ممثل من السيدة نائبة إيناس نجار. يعني موقفكم من هذا يعني احنا لاحظنا انه دائما نشوفه في الملتقيات نواب السيد رئيس الاتحاد هم اللي يحضروا في الجلسات. لا هي السيدة إيناس نجار ماهيش نائبة هي مساعدة للرئيس والملف نتاعها يخول لها باش تحضر. طبعا حضورها كان نحكي على تمثيلية الاتحاد راهو احنا شوف ما نعرفوش كل واحد يعني الاتحاد حر يبعث شكون يمثله يعني احنا راهو وقتنا نحكيه على في مستوى رئاسة الجمهورية نحكيه على رئيس المنظمة وقتنا نحكيه على وزارات ينجم التمثيلية في الوزارة هذيك في اجتماع مع الوزارة يحضر فيه خبير من خبراء الاتحاد. الاتحاد بعد مش بالضرورة الاتحاد الشغل مثال مثال رئيس الاتحاد. الطبوبي. يعني شوف احنا رانا نحن نتابع
ما عندناش موقف من اي حد. اما نتابع، شفنا اتحاد الصناعه والتجاره حضر رئيسه اتحاد الشغل كذلك. انت تحكي على البريمي مي. اي هذا هو يعني احنا نقل يعني نربطوا ببعضهم احنا راهو. اي هو شوف راهو باش نقول لك راهو ما فماش اشكال ما بين الحكومه الحاليه ورئيس الدوله ولا والمنظمه، الاشكال موجود وما مرئي معناه هو ملحوظ اصلا. اي الاشكال هو ملحوظ، الاشكال راهو موجود والناس كل اللي قاعده تشوف فيه. الشيء اللي ناكدوه احنا اللي احنا لا عندنا فيه لا ناقه ولا جمل. فما محاولات لحصرنا في الـ في الـ في الزاويه الى حد الان ما احناش عارفين شنو هي الاسباب وعلاش بالطريقه هذيك. دونك في تعاملنا راهو احنا ما احناش نجري وراء اعتراف ايا كان. بالنسبه لنا احنا ناس منتخبين ضمن هيك ضمن قانون للمنظمة متاعنا، ضمن قانون الجمعيات، ما احناش مخترقين لحتى جزء من القوانين هذه. تعاملنا هو تعامل مع السلطة في إطار القوانين هذه. وإذا كان ثم ناس تحب تتعامل مع المنظمة بتعامل متاع كسر عظام ولا تعامل متاع زجر في الزاوية وإلا غيره، هذا بالطبيعة ما ينجمش. لن خليني من واحد طب. هذا راهو ماهوش باش يصير لنا في شيء. نحن واضحين، نحن لم نتجاوز لا القانون ولا عنا ما نخافوا منه أو نحشموا منه. نحن منظمة وطنية ساهمت في الاستقلال بتاع البلاد، اليوم قاعدة تساهم بصفة مباشرة في أمنها وأمنها الغذائي وأمنها القومي. السياسيين بالطبيعة هو مشكلة المرة هذه راه كل السياسيين اللي كانوا اللي تواجدوا عبر في حتى من الاستعمار ومن بعد في الدولة الوطنية، وكلهم تعاملوا مع المنظمات الوطنية وتعاملوا بالأساس مع اتحاد الفلاحة والصيد البحري بنوع من المحاولة في الزجر في الزاوية، محاولة بتاع الابتزاز ومحاولة للتدجيل. نحن لن ندجل، نحن خرجنا مك المربع متاع التدجين متاع المربع متاع المنظمات الوطنية. الشعب التونسي اهدانا ثورة واهدانا حريتنا، ولن نخذل الشعب التونسي لا في حريته ولا في الهدية متاعه للديمقراطية والحرية. واضح به. اسمح لي سي خالد اني نوجه لك سؤال، انا كصحفية باش نوجهه لك، ولكن كنت نتمنى اني نوجهه لسي عبد المجيد زار رئيس المنظمة الفلاحية، دونك مش موجود، كانت نجم تجاوبني عليه، لك الحرية في الإجابة زادة. هل يكون هل قلت انت حصر في الزاوية لمنظمة الفلاحة، هل يكون الأسباب متاعه هو مثلا القضية المثارة ضد رئيس المنظمة السيد عبد المجيد الزار؟ يعني كنت نقول لك راهو ما عندناش حاجة لا خايفين منها ولا نحشموا منها ولا أصلا عندنا حاجة اللي تديننا. اليوم كل ما قيل هي محاولة للتشويه وناس هروب إلى الأمام من ناس ما نعرفوش علاش، حتى السبب ما نعرفوش علاش. لأنه خلينا نقول لك راهو الاتحاد الفلاحة سواء كان قبل 25 جويلية ولا بعد 25 جويلية، كل ما قام به رئيس الدولة وحكومته كنا نحن في الصدارة باش نعاونوه ونتعاملوا معه. في التلقيح هذيك اللي صارت كان الاتحاد هو ركيزة أساسية، وتنجم تشوفه في القروان وتسألوا راهو كان ركيزة أساسية في إنجاح الأيام بتاع التلقيح باش خرجنا بتونس ماك الوضعية اللي كانت فيها للوضعية الحالية. في رمضان ومش رمضان هذا برك، كل تقريبا الأشهر الفضيلة اللي تعديت كان حضور الاتحاد في السوق من المنتج للمستهلك، كان حضور مميز وكبير بالطبيعة خدمة لشعبنا. احنا إرضاء لحتى واحد، احنا خدمة لشعبنا وانطلاقا من شعورنا بالمسؤولية تجاه هذا الشعب. اما في القروان انا ما نشرين عليه. لا ماهيش اشكاليه، ماهيش اشكاليه، راهو كل عمل بشري، كل عمل بشري يؤخذ منه ويترك. تنجم تقول راكم فشلت، ولكن حبيت نقول لك رحنا حاولنا. شوف سي خالد، شفت انا راني اوزن كلامي، عدم الرضا مانيش نحكي على الفشل. ايه مش مشكل عدم الرضا. ايه معناها راهو ممكن، هذا الكل ممكن. تقول لي راهو مانيش راضي عليك في الخطوه هذه، نقول لك ممكن، راهو نجم انا نتراجع ونسمعك ونحاول نمشي في الطريق الصحيح. أما وقت اللي تولي تجبد عليا كلاشنكوف وتحاول وتولي تتهمني وتخوني ونولي أنا ما نعرفش شنو في الوقت اللي هذا الكلام الكل مش صحيح، يعني أنا نحب نقول راهو إذا كان الكلام هذا صحيح راهي فما قضية، راهو ما فماش قضية من أصله، ولازم يفهموا الشعب التونسي ما فماش قضية، فما محاولة لتدجين المنظمة عبر استخدامها بهذه الأكاذيب. راهو فما استهداف خسيس معناه كل ما شفناه من
الشبهات والكل ما فما حتى شبهة. الموضوع يعني لأن الشبهة تتقدم في القضاء. اليوم ما فما حتى قضية في عبد المجيد الزهر، وما فما حتى قضية في عضو المكتب التنفيذي. الحديث الكل هو محاولة للتشويه ومحاولة للزج ومحاولة لجعل المنظمة هذه مدرجنة. قلنا نحن الشعب التونسي هدفنا حريتنا، الشعب التونسي خلانا نعيش ديمقراطية، نحن اليوم نعتبر رواحنا في ديمقراطية وحريتنا وديمقراطيتنا من حقهم، مش من حقهم، لا هم على كيفهم يحبوا يستعملوا معنا، لكن راهو فما قضاء. ونحن في الاستهداف هذا، اذا كان باش تواصل معنا الاستهداف هذا، رحنا احنا بيدنا زاد باش نمشوا للقضاء، لان يا تكون عندك عليا قضيه وقضيه حقيقيه، لان راني مضارب ومش عارف كيفاش عبد المجيد الزهر مضارب في السوق، منتج فلاحي، ينتج في الدجاج، كيفاش عبد المجيد الزهر ما نعرفش كيفاش يسميوها يحتكر ياخذ اكثر من غيره برشا شبهات. يعني نقول لك شوف اسمع، انا شوف سي خالد، انا راني قريب برشا من وسط الفلاحي، وراني فلاح بالاساس. وراني نشوف انا ثم شكون ياخذ يربي الدجاج ويلقى عنده العلف على طول المرحله، وثم شكون ياخذ في مرحله فقط، وثم شكون يلقى الفلوس طول العام، وثم شكون يلقى في مرحله فقط. هذا ما يناش انه موجود. انا ما نتهم حد، ما نقول لك شي راهو عبد المجيد الزهر خذا، قلت لك انا في المنظومه ككل. هل اسئلتكم انتم سي خالد راضين كل الرضا على منظومة مثال الدجاج والبيض؟ هاي هاو ناخذ هذه. شوف منظومة الدجاج والبيض كما كل المنظومات نحن راهو أسسناها بالدم. نحكي على الرضا. إيه 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 شوف راهو مسألة الرضا هذه راهي مسألة نسبية، مسألة نسبية. احنا راهو نحكيو على كرينو إيكونومي. اي ما يصيرش، ما احنا نقولوا هذه منظومة مش توفر لنا كذا في وقت كذا، يعني هكا يعني استراتيجية الأرقام. هل أنه أنتم في كاتحاد تقولوا في المرحلة هذه سيوفر منتجو الدجاج للسوق المحلية باش ما نستوردوش هاك الدجاج المجمد اللي جاي الله أعلم، ننتجو كذا من البيض باش ما ننتجوش؟ هل أنكم أنتم في استراتيجيتكم وصلتوا لتحقيق الأهداف نتاعكم؟ بالنسبة لمنظومة البيض والدواجن، راهي منظومة تخدم بأقل من 50% من إمكانياتها باش يبدأ في بالك. احنا راهو من المنظومات القلائل وموجودين وفي العالم إنه بلاد تنتج 50 بشتر إمكانياتها. نحن عنا إمكانياتنا ما يسد حاجياتنا نحن وحاجيات الشقيقة ليبيا وحتى بعض من الجزائر إذا كان يحتاجوا. معناها راهو احنا باش تفهم انه هاي المنظومه هذه بالنسبه لنا الناس اللي كونها وكونها بدمهم وكونها بالعرق سواء كانوا فلاحه ولا مسؤولين، هالمنظومه هذه راهي قدرت باش تحافظ على امن التوانسه. اليوم المنظومه هذه قاعده تنتج باقل من 50% من امكانياتها. معناها احنا يكفي باش يجي يقولوا لنا راهو عندنا اسواق نجم نحلوها، مش سكروا علينا ليبيا وسكروا علينا الجزائر وسكروا علينا افريقيا وما عندهم وما يوفروش حتى طياره باش تنجم تتنقل، ومن بعد في الاخر يقولوا لنا اي هي ننتج. احنا مستعدين ننجو، احنا مستعدين ننجو 200% للانتاج الحالي سواء كان في البيض والا في اللحوم تاع الدواجن. يعني احنا مستعدين نغطي السوق التونسيه ونغطي السوق الليبيه ونزيد ان نصدر. ما له عندنا مشاكل في بعض الانتاجات الفلاحيه سي خالد اللي تبدا على نحكي لك على المنظومات بالنسبه للمنظومه البيض. واحد راهو احنا نخدمه بنصف امكانيات الانتاج. وقت اللي تجي الدوله فما خيارات، هذاك علاش نرجع لك من الاول بكون نقول لك راهي مساله خيارات. وقت اللي تجي انت في لحظه من اللحظات تقول لا انا راني توا باش نوقف التصدير، كيف توقف التصدير؟ شو اللي عملت انت؟ خسرتني في سوق. اليوم السوق الليبية احنا خسرناها في الحليب مثلا، لانه في عام من الاعوام طاح الانتاج متاع الحليب. به انت كيف طاح الانتاج تشوف الاسباب ولا توقف التصدير. نهار اللي توقف التصدير اللي دخلك في عملة صعبة شو عملت؟ خسرت سوق. وباش تعاود ترجع السوق اللي خسرته في عام راه تحب لك 10 سنين وامكانيات رهيبة باش تنجم ترجع. يا ما فائض الحليب مو باعوه للمدارس سي خالد. لا 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 باعوه للمدارس، هذيك كلها حلول ترقيعيه. التصدير كما قال سي خالد يعني دخل للصعبه زاد. حلول ترقيعيه وفي الاخر نلقاو رواحنا في بيع للقطيع، وانتم تعرفوا انه القطيع نتاعنا راهو تباع ونهار ومشاء وعشرات الالاف اللي تمشي في كل عام.
وقاعدة تتباع وتتباع للبطواء وتتباع للجيران متاعنا. يعني هذا الكل نتيجة نتيجة خيارات. وقت اللي تقول لي راهو عندك إمكانية باش تنتج وما تنتجش، نقول لك إيه، أنا عندي إمكانية ولكن ما لقيتش شريك معايا حقيقي اللي خليني ننتج ونخليني نطمان على روحي. لأن وقت اللي تجي المنتج أنت وتخليه ينتج بدون مدخلات إنتاج، كي تجي للمنتج متاع الحبوب ويدخل للصابة ويدخل للكمباني لا يلقى ديالي، لا يلقى فوسفات ولا يلقى مونيتر، وبعد ما يلقاش شو اسمه الحبوب الممتازة اللي باش يجيب بها انتاجية قوية، ومن بعد تقول له انتج لي وش بك منتج ليش، ومن بعد تولي تحكي له تقول له راهو انت خديت قرض والقرض هذاك يلزمك تخلصوا على شنو، يعني شنو عملت انت، شنو الواجبات اللي قدمتها، وشنو وفرت للفلاح، وشنو السلاح اللي عطيته للجندي بتاعك باش يمشي قاتل، انت فكيت له جل الواحد بتاعه، انت فكيت له سلاحه. وقت اللي الجندي تفك له سلاحه راهي متنجم تكون كخيانة عظمى، نجم تكون حاجة أخرى. سي خالد، بموسم الحصاد توا مقبلين على موسم الحصاد والحبوب، توقعاتكم للصابة سنة كيفاش باش تكون؟ والله توقعاتنا احنا كما كنت نقول لك راهو زرعنا ما غير دي بي، وزرعنا ما غير فوسفات، وزرعنا واللمونيتر كان ناقص برشا. ربي يعطي خير ونمطر ان شاء الله، انقذتنا في شكل من الاشكال. ان شاء الله نحقوا المتوسط العادي نتاع الصابة. تعليقك سي خالد على الحرائق اللي صايره واللي زاد فما توقعات انها تصير على معنى الحصاد وكل شيء، ديما في كل عام فما الحرائق قضيه، يعني كيفاش لازم نتصديوا لهذه الحرائق؟ فما حرائق عاديه وفما حرائق اللي تجي بطبيعتها ويلزمها وهنا كالعاده تدخل نتاع الدوله، لانه فما حرائق اللي كيف نستعدوا لها راهي ما تصيرش. وقت اللي نجيو البوردروت ننظفوهم في مسائل تقنيه، وزاره التجهيز تعرفهم، وزاره الفلاحه يعرفوهم، ايوه اكل حافه الكياس ينظفوه، لانه مستعملي الطريق ينجم يتكيف في السيجارو ويرمي البونته تتسبب هي في الحريق، حراره تقص تمشي مع الهواء يمشي في دونك هذه فما حوايج اللي الدوله هي اللي تقوم بها. تقول لي راه فما حرائق مفتعله، اي واتهامات شفناها الحقيقه على اعلى مستوى. الحقيقه احنا في الاتحاد ما نعرفش وشكون اللي يعرف، اللي يعرف هو وزاره الداخليه. يا خويا شدوا لنا هالناس هذوما اللي قاعدين يفتعلوا في الحرائق وخلينا نشوفوهم، واحنا كفلاحه الاكيد انا باش نمشيو نقدموا بهم قضايا. اما الحديث والتخويف نتاع التوانسه والحديث على انه راهو فما كوارث باش تقع وصابة مزلنا على 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 بابك يا كريم ونستناو في ربي باش يسلمنا، واحنا توا نحكيوا احنا ناقصين خوف، معناها التوانسه توا ناقصين رعب، نحن شعب عايش في رعب كل نهار موش عارف روحه ويمشي نزيد نخوفوه، ونزيد تخرج سلطات رسميه ويقولوا راهو فما امكانيه باش يعملوا كذا ويعملوا كذا، وانت دورك شنو؟ انت دورك باش تحميني؟ هذا دورك انت، المفروض ما تقولوش الحديث هذا، المفروض تقول وتحميني انا كمواطن، واحنا مستعدين كمواطنين باش نعاونوك، لانه ما نتصورش فما تونسي سواء كان فلاح ولا غير فلاح يشوف في واحد قاعد يقوم بعمل اجرامي وراه باش يسكت عليه. دونك اما قوم بواجبك، علاش تخوف فيه؟ علاش ترعب فيه؟ الحمايه والمحاسبه اذا كان فما طرف المفروض انك تخدم خدمتك وبعتالي اللي يغلط اضرب على يديه، وكان يلزم قصوم. نظرا لضيق الوقت خالد بربي زوز اسئله بايجاز، ننتظر اليوم في الترفيع في اسعار عدد من المواد، الحليب، البيض والدواجن، ايضا توقعات بزياده في اللحوم الحمراء، قداش باش تكون قيمة الزيادة تقريبيا؟ كان عندكم فكرة يعني كان تنجم هكا تتوقع سي خالد؟ ما عندنا حتى فكرة. حديث احنا عملنا مجموعة حوارات مع وزارة التجارة بالوجود وبتواجد كل الممثلين متاع الحلقات الانتاج اتحاد الصناعة والتجارة بالاساس، عطينا مقترحاتنا ولكن الى حد الان ما فما حتى جواب. اللي علمنا بيها انه فما مراسلة تمت من وزيرة التجارة للممثلين متاع منتجي الأعلاف، تقول لهم ضروري التراجع على الزيادة الأخيرة،
ومدهم بالوثائق المحاسبيه دونك هذه مساله نتاع رقابه حكايه التوريد والتكلفه هو يعني هذه مساله نتاع رقابه واحد بالنسبه لنا احنا كفلاحه احنا قاعدين نشوفوا في السوق نشوفوا في المنتوج قداش يتكلفنا واذا كان باش يقعد في هالتجاذب هذايا راهو باش نكونوا احنا متضررين فيه فلاحتنا هي اللي باش تكون متضره وكي نقولوا فلاحتنا هي المتضره راهي بلادنا هي المتضره والمواطن والمستهلك هو الجندي الواقف على ثغره الامن الغذائي وراهو مش معقول نقعدوا نستناه ونحن في تصفيه حسابات ما بين هل يسميوهم المحتكرين وما بين الناس المضاربين وما بين حكومه ايه واحنا احنا شنو وين موجودين نحن راهو شعب ونحن صحيح منجين في مستوى من المستويات الفلاحية ولكن نحن بيدنا مستهلكين أخي الفلاح راهو الفلاحة ثم قرابة 600,000 فلاح كيف كل عائلة فيها خمسة هذوما أكثر من 3 ملايين عايشين مباشرة من فلاحة لا نحكي على الخضار ولا نحكي على الجزار ولا نحكي على المعامل متاع التعليب والمعامل متاع شو اسمه الأمن الغذائي معناها المسائل الغذائية لا هذا كل ما نحكيش عليه نحكي على المباشرة فما قرابة الربع متاع التوانسة يعيشوا مباشرة من فلاحة إيه الوقتاش هالربع هذا يقعد على الهامش الوقتاش هالربع هذا يقعد في وضعية متاع في الوسط ياكل في اللطم من اليمين واليسار سي خالد في سعب ربي سي حمادي خاطر امنا تقول مازالوا عندنا دقيقتين باش نكونوا ايجابيين المرحله القادمه هل ننتظر انه الاتحاد يكون عنده مواقف جديده وتصورات جديده للرفع من الانتاج خاصه نحكي على مستوى انتاج الحبوب هل انه ثم وثانيا انه النقص والتبعيه بالنسبه للاعلاف شوف بالنسبة لمقترحاتنا وبالنسبة لبدائلنا وكل ما يمكن يكون في إطار النصيحة وفي إطار الإرشاد العام احنا في الاتحاد عندنا بدائلنا كاملة انا يكفي باش نقول لك في مسألة الحبوب مثلا لو نختص في تنمية الباكيج تكنيك معناها الحزمه الفنيه الحزمه الفنيه هذه اللي فيها المدخلات اللي فيها الارشاد الفلاحي اللي معناها فيها عديد المدخلات هنا تتقسم ما بين البذور وما بين الاسمده يعني احنا مستعدين لو نوفر الباكيج التكنيك هذا ان نضاعف انتاجنا مرتين انا يكفي باش نعطيك نقطه وحيده كرقم باش تبدا باش تفهم بالضبط وين احنا ماشيين الدي ا بي اللي احنا نزرعوا بلاش احنا معناها نستهلكوا قرابه 80,000 طرناطه الى 100,000 طرناطه ال 100,000 طرناطه هذوما التوانس السي بي جي يبيعوا البر على خاطر كيف يبيعوا الطرناطة بمليون و800 وللتونسي يبيعوا ب800 احنا نقولوا له لو كان تعطي للتونسي بلاش ال 100,000 طرناطة بمليون و800 هذوما يجيو 180 مليار ال 180,000 طرناطة وقت اللي تنتج بهم الحبوب على الاقل باش تكون عندك زيادة بين 25 الى 30% من الانتاجية اللي احنا عندنا توا قرابة معدل 9 ملايين قنطار متاع حبوب 30% هما 3 ملايين قنطار اليوم القنطار نشريه فيه أكثر من 240 دينار 240 دينار في 3 ملايين هذوما يجيوا أكثر من 700 مليار 700 مليار كي تنحي منهم 180 مليار اللي عطيتهم بلاش للتونسي 920 يعني مليار يعني شوف هذه راهي مقاربة ومقاربة صغيرة هذا جست رقم كل شيء في كل المدخلات الاخرى كل باكيج تكنيك الاخر عندنا ارقام لو نعطيو كذا شنو نجمو ننجح لو نعطيو كذا شنو نجمو ننجح لازم رؤيه استشرافيه كامله انه ما ثماش ونعاود نرجع الكلمه اللي قلتها لك من الاول راهو ما ثماش شريك حقيقي للنهوض بهذا القطاع سؤال اخير في 20 ثانيه جاوبني سي خالد رجاء بالنسبه للحوار الوطني الرئيس يقول هو بين 4 منظمات منظمه الفلاحه مش حاضره مش معني ما تروش رواحكم لازمكم تكونوا مشاركين في هالحوار هذا قال منظمات الوطنيه اربعه وقال اربعه حقوق الانسان محامين الشيء اللي ناكدوا عليه
شيء ما سالش اقراها كيما تحب. احنا النجم نقراوها اللي هي اتحاد الفلاحه موجود فيها، والكلام اللي قالوا البارح مع صديقنا سي نور الدين بن عياد بصفته الشخصيه نعاود ناكد يقول انه راهو اتحاد الفلاحه سيكون حاضرا. دونك الشيء احنا اللي ناكدوا عليه انه تونس في حاجه لجهود كل ابنائها بدون تفرقة. ضروري أنه نبعد على كل ما هو تخوين وكل ما هو تفرقة وكل ما هو إقصاء. الحاجة الثانية، نحن في المنظمة على غرار تقريبا كل المنظمات اللي عملت هذا، لن نقبل باش نشارك في حوار سوري المخرجات متاعه واضحة من قبل ما يبدأ. نحن نحب حوار حوار حقيقي يخرجنا من الأزمة متاعنا، ومن نجم نخرج من الأزمة متاعنا إلا بوحدتنا وبالتضامن متاعنا. واضح. شكرا جزيلا لك سي خالد العراك، مساعد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة وصيد البحري، نورتنا في إذاعة الحيت فم في ولاية القيروان. مرحبا بك. هكا نكون وصلنا لختام ريكاب ميدي لليوم. نشكرك برشا سي حمادي البقلوتي، ناشط في المجتمع المدني والمتابع للشأن العام. تحية كبيرة لكل الضيوف اللي دخلوا معايا اليوم في ريكاب ميدي، إمنا بوخيت، أحمد شفار، عبير زدا في الديجيتال، أنس الهمامي، حسام الربحي. شكرا جزيلا لكم الناس الكل. كنت معكم سهام حمدي من الصنهار حتى توا في ريكاب ميدي. نتقابلوا نهار الاثنين في لمان. ريكاب ميدي، متابعات تحاليل ونقاشات معمقة لكل الأحداث في تونس والعالم. ريكاب ميدي يجيكم من الاثنين للجمعة من نص نهار لساعتين على الحياة فام.